إن أردت أن تظهر سماتها الشخصية فهي لن تخرج عن كونها أولى الإناث في كل مجالاتها. أول مستشارة لألمانيا، وأول امرأة ترأس الحزب المسيحي الديمقراطي، وهي كذلك أول رأس للحكومة يختار التنحي طوعاً. أنجيلينا ميركل، الألمانية التي نشأت وترعرعت في الطرف السوفيتي حيث الجهة الشرقية من جدار برلين، تميزت في دراسة الرياضيات وإجادة اللغة الروسية، وهذا ما جعلها أكثر رؤساء أوروبا محادثة للرئيس الروسي بوتين. تخصصت في الكيمياء الكمية، وكانت تعمل في أحد المختبرات الكيميائية قبل النهاية السوفيتية بسقوط جدار برلين، الانهيار الذي جعلها تقتحم ساحات السياسة بانضمامها لمجموعة مؤيدة للديمقراطية شكلت فيما بعد حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي. كبر الحزب وكبرت معه ميركل، وأقصت كل من يقف أمام سعيها بكل حنكة ودون أي رحمة، وذلك ما جعلها جاهزة لمصارعة الرجال في أكثر الساحات ذكورية بترشحها كأول امرأة تشغل منصب مستشارة ألمانيا في عام 2005 عبر انتخابات كسبت فيها رضا الجميع بتصويت الناخبين من اليسار واليمين. لم تكن تعلم وهي تمضي في أيامها الأولى كمستشارة أنها ستكون سيدة برلين لستة عشر عاماً، وأنها لو أرادت لبقيت إلى العشرين، لكنها قررت الابتعاد إلى حياة لا تضطر فيها لأخذ القرارات المصيرية. وبمثل ما عرف عن الساحة السياسية، لم تأخذ ميركل وقتها الكافي حتى دخلت في صلب المشاكل بالتعامل مع الملفات العالقة داخلياً وخارجياً، وضرورة التعامل مع التحدي الشخصي في إثبات النفس أمام أعتى قادة البلدان خبرة ودهاء. وسرعان ما أثبتت نفسها وفرضت شخصيتها الحاسمة بهدوء والحديدية بالصبر من خلال تسامح لا ينسى المصالح الألمانية، فهي التي استطاعت العبور ببلادها إلى السلام أثناء أزمة المال في 2008، وساعدت في تماسك عملة اليورو حينما اهتز واهتزت معه القارة العجوز، وكانت لديها القدرة التي لم تكن لغيرها في أن تكون أكثر قائد أوروبي يزور الصين ويحافظ في نفس الوقت على الود مع واشنطن رغم تعاقب 4 ساكنين للبيت الأبيض. أقوى امرأة في العالم مثلما وصفتها مجلة الفورين بوليسي، أظهرت حنكتها السياسية إبان الثورات العربية في عام 2011 عبر تمسكها بالقيم الديمقراطية دون أن تنسى احتمالية فشل تلك الثورات، فكانت عكس بقية قادة دول الناتو لم تدعم الخيار العسكري ولا المساهمة بشكل صارخ. وحتى مع حذرها الشديد تجرعت المر من هذه الثورات التي أرسلت لها أكثر من 1,000,000 لاجئ، استضافتهم بترحيب فاجأ المقربين منها قبل البعيدين، وطلبت بقية القارة بفتح الحدود كما تفعل ألمانيا. زعيمة العالم الحر كما يطلق عليها معجبيها، عرفت ببرودة أعصابها في كيفية التعامل مع الضيف الجديد على الساحة السياسية الرئيس دونالد ترامب، الذي رفع شعار أمريكا أولاً ورفع بالتزامن العصا على دول الشمال الأطلسي، فطلبهم بالدفاع عن أنفسهم، وسحب الجنود الأمريكيين من ألمانيا بشكل غير مسبوق، وهذا ما تسبب بأسوأ تنافر للعلاقات منذ وصول المستشارة. لخصت أنجيلا ميركل شعارها قائلة: إن الحياة بدون أزمات أسهل، لكن عندما تكون ماثلة عليك مواجهتها. فكانت خلف قرارات مصيرية غيرت من شكل ألمانيا، مثل إلغاء التجنيد الإجباري وإنهاء الاعتماد على الطاقة النووية. ومع تعدد الأزمات وطول الأعوام تختلف الآراء حول ميركل، فالمؤيد يرى أنها قائدة ثابتة استطاعت التغلب على مشاكل لا تعد ولا تحصى، والمنتقدون يرون أنها تأقلمت مع المشاكل دون أن تسعى لحلها، إلا أن الحقيقة الثابتة
أنها غادرت وهي لا تزال قادرة على حصد أصوات الألبانيا.